ما حدش كان يتصور تروح من بيننا بالشكل ده، يعني ما حدش صدق. انا شخصيا ما صدقتش، حتى لما عرفت انها مصابة بالكورونا قلت 15 يوم وحت صح أنا هتصير كويسة. أول كلامي راغدة قالوا لي 5 أيام وهترجع، لأن اكتشفناه بدري. وصحيح أول يومين كانوا في البيت، بدأنا البروتوكول في البيت، وكان صعب لأن لازم مثلا تاخد حقن السيولة تحت المعدة، يعني تحت الجلد في المعدة، فكان صعب إن حد يجي. وانس إن أنتي بتقولي الروشتة، حقنة الكليكسان، اللي مش عارفة ايه، فالصيدلية بتبقى عارفة ان ده اندر كورونا، بيخافوا يبعتوا الناس اللي تبعهم. فكان كلف ان تاخد البروتوكول في البيت لانه كان كله حقن في الاول. فاللي ساعدني دكتور عادل طلعت، بعت لي من عنده من المستشفى ناس تعالجها في البيت، وهي كانت ممتنة قوي لده. وبعدين كانت قوية، يعني خدت الخبر عملت كده بالظبط، ما كملتش 3 دقايق وقامت كده قالت لي ان شاء الله خير ان شاء الله خير. فكنا في الاول وهي ما عندهاش ولا عرض غير الحراره، والحراره اكتشفناها انها بتقول انها حرانه، فعارفه كله كده زي الحلم. بس وهي نازله كانت قويه قوي، يعني هي رايحه بقى بعد يومين. بعد كم يوم؟ بصي، الأول بدأنا التحاليل وكده، أخدنا فيهم يوم اللي هو الأربع والخميس. الجمعة بدأوا يتكلموا إن كيس اوف احنا داخل العيد، وإن كيس اوف إن حصل لنا شورتج في الأكسجين، هنبقى في مشكلة. اوكي، الإيج، سنها، والوضع اللي هنبقى فيه، بلس إن الدنيا كانت كراودد. فبدأنا ندور على مكان في المستشفيات، اتوفرت في انا مستشفى في الصعيد، واتوفر في الاسماعيليه، وفي مرسى مطروح. طيب، سرير سرير سرير، وعلينا ان احنا نشوف بقى الوضع بتاع. فاحنا اخترنا الاسماعيليه، قالوا لنا اوكي، فرحنا على الاسماعيليه. بعت لها الاسعاف تاخدها من البيت، تحسبا ان ممكن يحصل شورتج في الاكسجين. نعم، فاتبعت على اساس ان هم يبقوا تحت استعداد، انها عندها 86 سنه، اوكي، فلازم الموضوع يبقى متحوط. متحوط. اوكي، وراحت وهي نازله، كان لازم تشوفي القوه اللي سابتها لي او مدتني بيها انا وبنتي. لابسه شيك مثل العادة، مثل العاده مثل العادة، مثل العاده، وبتاخد شنطه لايقه على الست، يعني وهي نازله بتقولي لا 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 خلي دي وهاتي الشنطه الكحلي. صحيح كان عينيها فيها دموع، هي بتكتب دايما على الحيطه ان الذي فرض عليك القران لردك الى ميعاد في اي وقت هي مسافره فيه. فانا طلبت منها انها تكتبها، فراحت قالت لي انا مش مسافره. قلت لها لا حبيبتي انت رايحه الاسماعيليه. قالت لي طيب، اول مره يبقى الخط فيه سنه، هي بتكتبها على الحيطه، اول مره الخط يبقى فيه سنه رعشة بسيطة، معرفش ده بسبب الحرارة لأنها كانت 39.7 شرط، ولا بسبب الإحساس إنها مش راجعة. كان يوم صعب بكل المقاييس يا أخت. كان آخر يوم ده آخر يوم شفتها فيه فيس تو فيس. يعني وصلت على المستشفى، وصلت على المستشفى، مرحلة المستشفى كانت إزاي؟ بيرفكت، يعني كانت هايلة. وصلت استقبال محترم جدا، طمنونا إنها الحمد لله شيز فاين. بس اول سي تي للرئه اكتشفوا ان الرئه للاسف اتصابت، فقالوا ان في احتمال ان ممكن نعدي ده. كان املي كبير قوي بعد صدمه رهيبه، رجع تاني يبقى في امل. اطمنت، كنت خايفه قوي ان المستشفى تكون مش مستشفى حكومي، فكنت خايفه. طلعت رائعة بالمعاملة، بالمتابعة، معاملة، نظافة، كل شيء أكتر من رائع. يعني حتى إيفن وهي رايحة كانت واخدة كل الحاجات اللي ممكن هتستخدمها طب هناك. لما اكتشفتوا أنه الرئة مصابة، هي كانت نفسيتها عاملة إزاي؟ يعني كانت عارفة، عم تعرف بالمراحل، مراحل المرضى؟
بص يا راغدة، هي متبعة جيدة للطب ان جنرال ومثقفة في الطب جدا، فكان دايما تقول ارتقي لدرجة دكتور وتضحك يعني. لكن طبعا الكوفيد كان جديد علينا كمعلومات، ولكن هي كانت مدركة from day one ان انه مفيش الموضوع رجعة، ممكن. بس احنا اللي كنا عندنا امل. هي كانت فت ونازلة فت، واول اسبوع كانت هايلة هايلة ومفيش اي مشكلة. بعد كده بدأ يبقى فيه شورتج في النفس، وابتدت تدهور حالتها الصحية. تدهور بمعنى ايه؟ ايه ولا حاجة يعني غير شورتج في النفس، يعني النفس عندها متقطع. يس، يعني بدأ يبقى فيه قصور في التنفس. اما تيجي تتكلم يبقى عارفة كده، فبتحتاج أكسجين. الأكسجين، فبدأوا يدوها يمدولها بالأكسجين، وبدأنا الأكسجين مش جايب نتيجة، بتنهك تحت الأكسجين، فبدأ يزيد للسباب. السباب ده جهاز بيبقى بيتمسك جامد. فبعدها المرحلة اللي بعد كده قالوا إن الرئة حصل فيها زي بابلز، ركبوا لها جهاز خارجي. فحتى هي كانت اليوم ده كنتش قادرة تشيل السباب، كانت بتشاور لي على الجهاز انه مضايقها يعني، بس قوية وراضية وحامدة بطريقة. اتعلمت كتير قوي من المحنة اللي عدينا منها. مش سهل، مش انت مرض. عرفت خلاص. اليوم اللي قبليه كل الناس طلبوني، الأصدقاء اللي كانوا بيتابعوا من برايا يعني، كانوا بيتصلوا هم دايركت بدكاترة على صلة، يعني المعارف والناس طبعا. الطبيعي، اوكي. بدأوا يقولوا لي الحمد لله الحمد لله بقت كويسة قوي، الحمد لله ده يوم الحد هتخرج، ده يوم الحد هتخرج. فكنت بتصل أنا وصديقتي يعني أو ولادها، انت كنت ممنوعة تنزلي، ممنوع حد يدخل خالص ممنوع خالص. ولا حتى من خلف الزجاج؟ ما في. طلبت لما راحت الانتنسيف كير العناية المركزة، طلبت اني اروح اشوفها من ورا ولادنا الازاز من بعيد، حتى من بعيد. بالظبط. رفضوا تماما. حاولت بكل الطرق، جميع الاتصالات الممكنة، استحالة. الحاجة الوحيدة كانت مسموحة لي ان اوقات ببعت لها الغداء، وكان بيدخل بطريقة معينة ويتعقم بطريقة معينة ويدخل لها. اوكي. ده في الاول، وانس انها دخلت الانتنسيف كير كل ده وقف. بعد كده قالوا لي ممكن تبعت لنا شوربه الخضار في طريقه معينه، التغليف عشان بيرموا الكفر الخارجي وبياخدوا الداخل، يعني ليها قصه كده، وعشان يحطوه لها في الرايلز اللي هي اخر اخر مرحله. اخر مرحله اللي هم اخر اميره 5 ايام. فقدت الوعي، لا، لاخر يوم كانت واعيه مدركه وقادره. بتتخدر. دكتور محمد خالد كانوا بيخدروها، الدكتور المسؤول عنها كان في دكتور محمد خالد، دكتور محمد رضا. دكتور محمد رضا آخر يوم اللي هو الجمعة اتصل بيها، وصغير في السن بس كبير في الطب وفي المقام يعني. كلمني قال لي أنا مش قادر أقف. قلت له ليه؟ قال لي قلقان إنها يعني تبقى مش موجودة بعد شوية. أنا بنتها يعني، شوفي بقى وصلت المرحلة إني بسمع الكلام ده بقوة. وكلموني برضو قبليها باسبوع، عرفت ان احنا رايحين في النهايه. كان معاها اللابتوب بتاعها وكان معاها الاجهزه، كلموني قالوا لي تعالي خدي الاجهزه والدبله، عشان اضطرينا نقلعها الدبله عشان المكنات المكان. فروحت استلم الحاجه، ده كان اصعب يوم بالنسبه لي انا. ادوني كل ادوني كل الحاجه، ففهمت ان خلاص that's the end. كان ده كان اصعب يوم عليا، كنت لوحدي ورحت جبت الحاجه ورجعت الاسماعيليه. فكره هي مش الاسماعيليه، هي بره الاسماعيليه ب 30 كيلو، فمشوار كان طويل قوي 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 ما قوي. ودعتيها؟ لا، في الفيس تايم يعني، بنشوف بعض بالكاميرا كل يوم. اخر كلام لإلها لإلك شو كان؟ يا رب أميرة. عندي فيديوهات بس مش للعرض طبعا، بشغلهم دلوقتي وبقعد أبوسها كده. فهو ده آخر كلام كان بينا قالت لك يا رب. لما بدأت
الجمل تقصر يعني. قالت لي يا رب وأميرة، كانت بتردد يا رب وأميرة أكتر كلمتين يعني. بس خليني اشوف انا وياك. اوكي الله يرحمه. الله يرحمه. طيب الله يرحمك يا رجاء. مثل ما قلت لك يا أميرة، مش بس أنت اللي خسرتيها واستفدتيها، حبيبتي كلنا. هي حبيبتي. وجهت رسالة لحسن، أنت شو بتقولي لها اليوم؟ هقول لها الحياة وحشة قوي من غيرها، كل حاجة متغيرة، مفتقداها في كل شيء. أنا كانت بتدعيلي، أنا عايشة معها في البيت طول عمري، حتى لما اتجوزت كان يعني طلبهم إن ما ننفصلش لأن أنا وحيدة. بنت وحيدة صح؟ عشنا معاهم كل يوم كل يوم، لو هي صحيت قبلي لو انا صحيت بعدها، صدقيني يا رغدة تقعد تدعي لي كتير. وانا كنت اوطي ابوسها في السرير لو هي قاعده، هي بتحب تقعد تقرا في سريرها كتير قوي، لما اوطي عشان ابوسها تروح مطبطبه على قلبي وتدعي لي، تمسك قلبي كده وتحط ايدها وتدعي لي، تقول لي ربنا يجعل في وشك القبول، ربنا يصلح حالك، ربنا يملأ قلبك بالسكينه والرحمه والحب. دماغي طويله فانا ابقى مستعجله عايزه انزل بقى، هي انا ببوس وامشي وهي حاطه ايدها وعايزه تكمل وتدعي الدور. لك. فكنت اقول لها مامي كده انا عايزاها ترجع تدعي واقعد بقى، مش عايزه اروح في اقول حته. لك حاجه، هي سمعانه. يا رب يا رب. تقولي لها انا بدي لها وحشتيني كتير. لا وحشتني دي كلمه قليله، شو تقولي لها؟ عايزه اعيش تاني. عايز اعيش، عايز احس ان البيبي، شوفي الحجم ده، اما بيبي بتدلع وحب وحنان وعطف وكل حاجه. بس اقول لها شكرا على كل اللي عملتي لينا، ومهما قلت انا عايشه في ايه يا راغده، يا راغده مش ناقصتك، ناقصك، ناقصتك، وجودها ناقص بالحياة. طبعا طبعا. لا وانا عايشه في سعاده وفخر باسمها وحسها وسيرتها وبدعواتها، ودعواتها بدعواتها. ودعواتها، بس مفتقداها هي. احنا بفهمك، بفهمك أميرة، يعني بعرف كتير ناس عايشوا تجارب، تجارب فقدان ناس بحبون من خلال اهمال، من خلال ما بعرف عدم تصرف. مشان هيك بنقول اليوم هدفنا من هالحلقه هو التوعيه. انتبهوا انتبهوا، الكورونا مش مزحه، مش هزار، حتى ما نخسر الناس اللي بنحبهم. هي غابت عنا بالجسد ولكن حاضره معنا باعمالها دايما، وبمحبتها وبطاقتها الايجابيه بكفي تركت اميره، وجودك بذكرنا فيها، سير حضورك معنا من ريحتها. أميرة أنا بدي أعزيك وأقول لك يخلي لك عائلتك، فقدناها مثل ما قلنا ولكن هي حاضرة معنا بالروح. شكرا لك يا أميرة. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي. مش عارفة أقول لك إيه، يعني أنا اللي سعيدة، كل ما سيرتها بتيجي ببقى سعيدة. كانت لينا كلنا أم لمصر وللوطن العربي، الله يرحمها، ذكرها حلوة قوي، وهو ده اللي هعيش بيه بتهيألي. أما عن الكورونا فهي كانت ملتزمة قوي عشان أبرأ حياتها كمان، هي كانت محترمة قوي أنا عارفة في تصرفاتها، عارفة فبالتالي الموضوع. كانت بتحترم المرض قوي. فبس حظها إن هي اتصابت، لأن كانت بتضطر تقلع الماسك في شغلها ولأنها بتحترم شغلها، فبالتالي ده خلص حصل. ده مقدر، بالظبط مقدر، ما مش عارف. بصيبنا غير نصيبنا، ولكن الوقاية ضرورية وما نستهتر أبدا لا بصحتنا ولا بصحة اللي حوالينا. تبقوا بصحة وبسلامة. شكرا لك أميرة. مشاهدينا ربنا يخليكم بصحتكم، نلتقي في حلقة أخرى من نص الكلام.